طبعا المقاهي يعطي الضابط تعليماته لأفراد جهاز الحرس البلدي بغدامس إذانا لانطلاق حملة ليلية تفتيشية تشمل الفنادق السياحية والمطاعم والمقاهي. اليوم قمنا بدوريات على محلات التجارية ومنها محلات سوق اللحوم لغرض تفتيش على الشهادة الصحية ونظافة المحل، ومحلات الحلاقة لغرض تفتيش على الشهادة الصحية ونظافة المحل وآلة التعقيم والفنادق. الحملة بالتعاون مع عناصر مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية فرع غدامس شملت أيضا محل القصابين والحلاقين، حيث تم ضبط عديد المخالفات لعدم وجود تراخيص وعدم الاهتمام بالنظافة العامة وعدم وجود شهادة صحية للبائعين والعاملين. احنا قائمين بحملة ودورية على المحلات اللحوم والفنادق والقصابين، فالحملة هذه مستمرة على مدار الوقت. عناصر جهاز الحرس البلدي عاقدين العزم على استمرار إقامة هذه الجولات التفتيشية وعلى جميع المحال التجارية طيلة هذه الأيام تأدية لواجبهم تجاه الوطن والمواطن.